لونت مهرجانات بعلبك الدولية مدينة الشمس البقاعية، فأضفت على قلعتها الرومانية الأثرية حياة وحركة فنية ثقافية عبر إنتاج مسرحي بعنوان من أيام صلاح الدين، اختارته اللجنة لليلة الافتتاح لضخامته وتميزه بالعرض الموسيقي الحي، بحسب رئيسة اللجنة السيدة مي عريضة. لأنه هذا اختيار هو كان خلقان ببعلبك أولاً، والقصة حلوة كتير منشان مسرحية غنائية، وخصوصا انه هالمسرحية الغنائية راح تكون بدون تسجيل، وصلنا 55 سنة ناطرين حتى نعمل مسرحية غنائية بدون تسجيل. النجم عاصي الحلاني الذي تألق بدور صلاح الدين الأيوبي أطل على الجمهور على صهوة جواده، مجسدا قيام الفروسية والشجاعة الأحب على قلبه. الحفل الذي شارك فيه عدد كبير من الفنانين وحضره وجوه سياسية وثقافية عدة حمل رسائل سياسية أظهرت أن الواقع اللبناني والعربي بتراجع مقارنة مع ما تميز به قادة عرب تاريخيين من قيم المروءة والمسامحة والانفتاح. فيها محاولة لتذكيرنا بأنه كمان الغزاة بيروحوا وبيجوا، والأهم أنه يثبت واحد يعني بأرضه وببلاده. فيها رسالة للبنانيين كمان، وحلوة نسمعها ببعلبك، حيث كمان الآثار باقية، ناس بتروح وبتجي، غزاة سياسيين بيروحوا وبيجوا، وبعض عواميد بعلبك رفع راسها. والجميل بهالمسرحية أنه عم تضوي مش بس على دور صلاح الدين كصلاح الدين التاريخي طبعا، ولكن على دور التعايش اللي بيشد جميع الطوائف إلى الانتماء إلى الأرض، وجميع أهل هالأرض إلى أرضهم بمختلف انتماءاتهم الطائفية والسياسية، وهي الرسالة الأحب إلى قلبنا. وخلال حديث خاص معه عقب انتهاء المسرحية اختصر عاصي الحلاني الرسالة الأساس من هذا العمل. ببطل في عنا بالمنطقة العربية صراع مذهبي، وياريت الكل يوعوا ويحسوا بأنه الوطن هو بالأول، كل إنسان يمارس طقوسه الدينية ببيته ولحاله، بكنيسته وبجامعه وبخلوته بأي محل بده إياه، وأنما بالشارع نحن كلنا أخوي كلنا أهل، ولازم نعامل بعضنا بإنسانية. جناب السلطان، في مجموعة من الناس عم تطالب بهدم كنيسة القيامة. شو يا فراس؟ صحيح مولانا، وكل ما نحاول نمنعهم عم بيذكرونا بالماضي لما جيوش الغرب احتلوا القدس وعدموا أسر العرب، وعم بيقولوا يا مولانا تسامحكم عم بيودي رسالة ضعف للغرب. فراس، بتنبه الناس اللي بدق بحجر كنيسة القيامة بدي اعتبره هذا محايط بالمسجد الأقصى، بده يتحاسب على هالأساس، مفهوم؟ أمرك. من أيام صلاح الدين صورة فنية ثقافية راقية قدمتها لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، استعادت فيها أيام هذا القائد الذي عاش وترعرع على أدراجها لسنوات عدة. هذا العمل الذي حمل حقائق تاريخية جسد واقع العالم العربي اليوم وتطلعات شعوب المنطقة التي تطوق إلى الحرية، والتي تفتقد لقيم الإنسانية والفروسية والشهامة التي تميز بها صلاح الدين الأيوبي. من بعلبك، مايا سكر، الـ FTV.